طبعا ممثل المرحلة أراد مني أن المحاضرة تسجل. أنتم إذا توافقون على هذه الصيغة وعلى الميتينج فقولوا لي، يعني هاي الصيغة أو الصيغة الأولية أنا حاضر. فاليوم اعتيادي راح نشرح محاضرة النيورو فسيولوجي. لازم إحنا نعرف في عمل النيرف شنو هو قبل ما ننطي الانستيزيا، حتى من نجي ننطي الميثودز اوف لوكال انستيزيا نكون نعرف احنا ايش بدنا نسوي على العصب المجهز للاورال ستراكشر. فتيادي لازم نعرف النيوروفيزيولوجي اوف ذا نيرف. البيزك ستراكشر اوف ذا نيرف سيستم هو النيورون، يعني مثل ما نقول انه كل خلايا الجسم أو كل أجهزة الجسم هي المكون الرئيسي اللي تكوينها هو السيل. إذن نيورون هو يعتبر السيل بدي and نيورون and دنترايز. وظيفة هذا الجهاز هو اعتيادي which to able to transmit messages between the central nervous system and brain and all the parts of the body. اعتيادي بالنسبة للنيرف سيستم consists of three parts اللي هو اعتيادي هذا النهض النيورون والسيل ودي اكزون اند دنترايز. الدنترايز هي الجزء من النيورون which end in free nerve ending هذه respond and transmission runs in the tissue that lie provoking the impulses that transmit centrally along the axon. اعتيادي هذه راح وظيفة الدنترايز هو نقل transmission to the parts of the body. الأكسون اللي هو هذا حسب ما موضح عندنا بالرسم هذا هو الجزء الكبير والطويل الجزء الوسطي بعد ما عرفنا الدنترايز هو السيل ونيوكلياس وسيتوبلازم. هذا الجزء المقسم هو الأكسون اعتيادي يكون شكله شكل كيبل. الامبلس that transmits central along the axon and the axon which is the single nerve fiber هو يعتبر عبارة عن single nerve fiber cable like structure composed of neural cytoplasm and covered by thin sheath اللي هي نعتبرها nerve membrane. الشغلة مالتنا كلها الشغل كله يعتمد على النيرف ممبرين. In some nerve insulating lipid rich layers of myelin cover this membrane. اكو يعني بالممبرين اكو مواد عازلة او فاصلة للنيرف عن باقي structures. هناك عدة نظريات stated that the nerve excitability and conduction are both attributed to changes developing within the nerve membrane. يعني هاي شنو العبارة لازم نفهمها، وعلى فهم هذه العبارة راح يكون شغل النيرف فايبر. من هاي النظريات اللي تقول excitability and conduction يعني نريد نسوي excitation للنيرف و A conduction of impulses هاي كلها تعزى إلى التغيرات اللي راح تصير within the nerve membrane. يعني شنو تغيير يصير للnerve membrane؟ هو بطبيعته هو stable بس إذا جاء excitation هذه راح يصير هذا excitation هو عبارة stimulus راح يصير conduction of impulses to the central nervous system وراح يشير لنا على التغيير اللي راح يحدث. هذا بالصورتين، الصورة الأولى تمثل لنا structure of the sensory nerve and the second figure اللي هو بي هو يمثل motor nerve. نعم nerve membrane لازم نعرف إنه nerve membrane شنو؟ هو عبارة عن two layer lipid layer
The nerve consists of two layers of lipid molecule. يعني اللي هاي طبيعة الليبيد هو يكون فوسفوليبيد and associated with proteins. يعني أول طبقة هي عبارة عن ليبيد، وثاني شيء أحد مكونات الطبقة الأولى هو الليبيد والليبيد والبروتين. الطبقة الثانية هي عبارة عن ليبيد and كربوهيدرات، ولذلك كل all the biological membrane are organized to شو سوينا؟ يعني الخصائص مال هذا الممبرين، أول block diffusion of water soluble molecules، هذا راح يمنع لنا المولكيول اللي ذائبة بالمي من الدخول. ثانيا be selectively permeable to certain molecule via specialized channel، هذا راح عنده اختيارية بالنفوذية to certain molecule بعض الجزيئات via specialized channel. الاعتياد هنا هو راح يكون ب كالسيوم بوتاسيوم channels and sodium channels. ثالثا transduce information by protein receptors responsive to chemical or physical stimulation. هنا اعتياد بالإضافة إلى هذا هو يسوي لنا بالنسبة للinformation اللي راح تجينا receptors responsive to chemical and physical stimulation. يعني عندنا إذا كان صار عندنا stimulation هناك بعض الريسبترات هاي الموجودة بالشانلز هي مسؤولة عن توصيل التغييرات الكيميائية والفيزيائية. The nerve membrane exhibit a selective permeability، هاي مثل من قلنا الخاصية مالته إنه يسمح لبعض الأيونز تفوت ويمنع الأخرى من الدخول. Therefore significant differences exist for ions between the intracellular and extracellular concentration. يعني حتى يحافظ على استقراريته هنا النير فايبر يجب أن يكون توزيع الأيونات خارج وداخل الممبرين أو النيورون يجب أن يكون مسيطر عليها، ويجب أن تكون نسبها مو بالشرط أنه متساوية طبعاً للحالة اللي يمر بها النير. Accordingly high concentration يعني اعتياد إحنا شوف النير فايبر وهذا بالستيبل سيس نشوف الكالسيوم انسايد، وايل هنا نشوف هاي كونسنتريشن اوف بوتاسيوم انسايد وايل هاي كونسنتريشن اوف صوديوم اند كلورايد اوتسايد ذا نير ميمبرين. هاي طبيعه بالحاله الاعتياديه للنيرف البوتاسيوم عالي داخل والصوديوم والكلورايد يكون عالي اكسترا سيلولر. بعض النيرفات ان انسليتنج ليبيد ريتش لاير اوف مايلين كفر ذا ممبرين، بعض النيرفات هنا عندنا المايلين اعتيادي يغطينا الممبرين. The outermost layer of myelin consists of Schwann cell and cytoplasm and nucleus. اكو gap between two joining Schwann cells and their myelin spiral نسموه اعتيادي نسموه nodes of Ranvier. At these nodes the nerve membrane is exposed directly to extracellular medium. هاي كمان موضح هنا عندنا بهذا المقطع انه structure of myelinated nerve fiber، يعني النير فايبر either myelinated or non-myelinated. هاي طبيعة ترجع الى طبيعة النيرف والفنكشن مالته. الامبلسز جنريشن يعني شلون تصير عندنا الامبلسز جنريشن. Function of nerve fiber is to carry message from one part of the body to the another. هاي طبيعته هو نقل المسج from the part of the body to the other. This message in the form of electrical action potential are called impulses. يعني إذا ماكو عندنا هنا electrical action potential ما راح يصير generation of impulses. ولذلك impulses are initiated by chemical. يعني إحنا مثلاً نتعرض إلى أذى كيميائي أو حراري أو ميكانيكال أو إلكتريكال، هيج حالة راح يصير عندنا impulses، راح يصير عندنا action potential، هنا راح يصير عندنا conduction. هسه إذا ناخذ النير بحالاته الثلاثة اللي هو بالريسنج، هنا موضح في figure 3 step 1 in the resting state the nerve membrane possesses a negative resting potential اللي هي
ناتج عن هذا الناتج من الناتج إنه من اختلاف تركيز الأيونات سيتراسيلر عن انتراسيلر، ولذلك هو يكون بالماينس 70 ملي فولت that comes from differences concentration of ion on either side of the membrane due to the selective permeability property. الديبولاريزيشن هاي شنو؟ هاي الحالة الأخرى للنيرف ما راح يصير عندنا جنريشن، أو صراحة يصير عندنا أكشن بوتنشل، وراح تدخل بعض وتخرج بعض الأيونات، هنا راح يصير النيرف دوبولاريز. وين ستيمولس هنا اكزايتد نيرف، يعني عندنا هسه مثلا واحد كيميكال سبستانسز او مطخ ميكانيكلي او فيزيكلي، هنا راح يصير عندنا ستيمولس اكزايتد نيرف ويل ليد تو انكريز ان بيرميبيليتي، ان اذا صار عندنا الستيمولس راح يصير البيرميبيليتي انكريز of the membrane، يعني الصوديوم اللي هو بالفوق الأوسايد والكلور that rapid influx of the ion into interior، راح بدل ما هم بالخارج راح يدخلون بالداخل، هذا راح يسوي لنا دوبلاريزيشن of the nerve، يعني charge of the nerve اللي هي بطبيعة الحال بالطبيعي بالرسبوزيشن الأوسايد بوزيتيف واللور نيجاتيف، راح بالحالة في حالة الانفلكس of the ion تربط تخرج البوتاسيوم او دخول الصوديوم، راح يصير عندنا تشارج اوف ذا نيرف تتغير من نيجاتيف اكسترا سيلولار اند بوزيتيف انترا سيلولار. بهيج حاله راح ينتقل الريستنج ليفل اوف ذا نيرف ويل كوز دوبلرايزيشن اوف ذا نيرف فروم ذا ريستنج ليفل تو اتس فايرنج ثريشولد اوف ابروكسيميتلي، راح يصير بالناقص ملي فولت ناقص 50 إلى ناقص 60 ملي فولت، and the firing height of the firing threshold is actually magnitude of the decrease in the negative membrane potential that is required to initiate an action. صار عندنا action potential، راح يصير عندنا impulses، راح يروح message to the brain بأنه أكو something wrong. When the firing threshold is reached راح نوصل من الاكشن بوتنشال الى الفايرنج، هسه البيرميبيليتي اوف ذا ميمبرين تو صوديوم انكريز، راح دراماتيكلي ات ذا اند اوف ديبولاريزيشن من راح تنتهي ذا الكتريكال بوتنشال اوف ذا نيرف از ريفرس، راح ينعكس ان الكتريكال بوتنشال، راح يصير عندنا زائد 40 ملي فولت، اند ذس بروسيس تيك راح تاخذ لنا هذه وقت كلش قصير اللي هو عبارة عن 0.3 ملي سكند. هذه في حالة الديبولاريزيشن صارت نتيجة الاكزايتيشن أو سيميلس كوندكشن تو ذا برين. الحالة الأخرى اعتيادي هاي كلها بأجزاء الثانية راح يصير عندنا ريبولاريزيشن، and the action potential is terminated when the membrane repolarize. And this is achieved by increased permeability to calcium ion from, resulting in influx of potassium ion movement to the outside, leading to membrane repolarization and return to its resting potential, اللي هو بالحالة الطبيعية ناقص 70 millivolt. And this process takes 0.7 millisecond. Movement of ion. Sodium ions to the inside of nerve during depolarization and subsequent movement of ion outside of nerve during repolarization are passive process, not require يعني passive يعني not require إلى energy since each ion move along its concentration gradient. After repolarization, when the nerve returns to its resting state, slight excess sodium ion exists. Within the nerve, خلال nerve cell, and slight excess of potassium exits extracellular according to a period of metabolic activity begin called sodium pumping, leading to the movement of sodium to the outside as well as movement of the potassium to the inside. This pumping mechanism require energy
وهاي الانرجي من راح نحصل عليها؟ راح نحصل عليها من الـ AD من الـ ATP اللي هي this pumping mechanism requiring energy that is coming from oxidative metabolism of adenosine triphosphate. Accordingly, action potential could be, هذا تعريف الـ action potential as transient membrane depolarization. يعني هو action potential هو نقدر نقول عليه أو نعرفه بأنه transient membrane depolarization. هنا أنا depolarization مؤقت راح يصير وين؟ بالممبرين. That result from شنو brief increase in راح يصير زيادة قليلة بنفوذية الممبرين المن للصوديوم and also delayed increase in the permeability to potassium. إذا نريد نقول شنو الأكشن بوتنشال، هذا هو التعريف المسؤول الكامل عن عملية الأكشن بوتنشال. Once an impulse has been initiated, it moves along the surface of oxygen to the central nervous system. هنا بعض الملاحظات وضح لنا بعض الشغلات الموجودة بالنيرف، خاصة هو البريفرال نيرف، يعتبر هو composed of the thousand of slightly packed axon. يعني هو عبارة عن مئات الأكزونات اللي معباية ومضغوطة. These axons are covered by several layers of fibrous. يعني هالأكزونات الأكزون هذا اعتباره متكون منين؟ من ال peripheral nerve fibers، يتكون من آلاف إلى مئات الأكزونات. لهذه الأكزونات covered by several layers، يعني مغطى of fibrous and elastic tissue in which blood vessels and lymphatic cords throughout this layer. يعني مو هي ميتة، وإنما هذا هو جزء حي من central nervous system، ولذلك يجب أن يمشي ويا lymph ويمشي ويا blood vessel. إذا نأخذ nerve fiber الأكزون is covered with perineum and separated from each other by endoneurium. هذا الاندونيوريوم والبرينيوريوم separated from by a layer of endonurium and the perineurium then bind this nerve fiber. هو يجمعهم together and into a bundle، وهذه البندل نسميها فاشيكيول. The innermost layer of perineum is شي يسموها بيريلما، اللي هاي represented the main barrier of to diffusion of local anesthesia. يعني هو local anesthesia راح تجينها على طبقة البيرينيوم اللي يسميها هي البيريلما، هذه ال inner layer مال البيرينيوم. اللي هاي تعتبر لنا كبارير to diffusion of local anesthesia into the nerve. And the whole fasciculi are contained within loose connective tissue. نسمي epineurium which is represent 30 إلى 75 total cross section of the nerve. Local anesthesia are readily able to diffuse through tissue because of its loose consistency. يعني هاي الطبقة إنه local anesthesia راح تعبر بها. ليش؟ لأنها لوز بطبيعة تكوينها. النيوتريانت بلد فازل الموجود بها والليمفاتيك traverses the epineurium and this vessel absorb. هاي راح هنا راح يصير امتصاص اللوكال انستيزيا مولكيول this removing them from the nerve. الاندكشن توصيل مع اللوكال انستيزيا following the administration of local anesthesia into tissue. اعتياد احنا من راح ننطي الانستيزيا not on the nerve itself. يعني هاي اغلب الحالات ما ننطي احنا النيرف مباشرة، انما tissue around the nerve او قريب من النيرف of the local anesthesia will move from one side to another. راح تنتقل اعتيادي
راح تنتقل من هالمكان اللي نطينا به الانستيزيا الى النيرف. تو ذير يعني هاي طبعا هذه ناتجه من طبيعه الموليكيول اوف لوكال انستيزيا. يعني شلون اللوكال انستيزيا ما يحتاج لها مساعد للانتقال من مكان الى اخر لان الموليكيول مالها كل صغير، ولذلك راح تنتقل بطريقه السمبل ديفيوجن، يعني حال السكر والملح من 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 الكونسنتريشن العالي تو اتس سو ات ويل موف فروم ذا سايت اوف ديبوزيشن اللي احنا انطينا بيه توارد ذا نير. ذس بروسيس تيرم ديفيوجن بالسمبل ديفيوجن. Fascicles that are located near the surface of the nerve are termed سميناها المانتال باندز. هاي المانتال باندز بيها الليمفاتيك وبيها شنو بيها بلد فازل، ولذلك راح ينتقل للانستيزيا. They are first ones reached by local anesthesia and they are exposed to higher concentration of it. This bundle will be blocked completely. هذه راح شو يصير بها الباندل راح يصير بها بلوك completely shortly after the injection of local anesthesia. Fascicles that are located near the center of the nerve are called the core bundles. These bundles are contacted by local anesthesia. راح يصير اتصال بينها وبين local anesthesia only after a much delay and by lower anesthetic concentration because of the greater distance that the solution must move and the greater number of the barrier is it must cross. As the local anesthesia diffuses into the nerve, it becomes increasingly diluted. اعتياد هنا راح يصير بها dilution local anesthesia بواسطة السوائل الموجودة بالتشو fluid and absorbed by راح يصير امتصاص مالها امتصاص بالكابلير عن الليمفاتي. هالطريقة thus the core fiber are exposed to decreased concentration of local anesthetic a fact that may explain the clinical situation of inadequate bulbar anesthesia developing in the presence of subjective symptom of adequate soft tissue anesthesia. Complete block of all nerve fiber is in peripheral nerve require adequate volume as well as an adequate concentration of the local anesthesia be deposited. يعني ولذلك هي الكاربولة when it is designed according to the need of the nerve fiber peripheral nerve fiber to be anesthetized. يعني هي مصممة الكاربولة of local anesthesia طبعا لحاجة النيرف فايبر وطبيعة تكوينه. هنا هذه أعتقد أنا بالمحاضرة أكدت عليها إنه عندنا الكروس سكشن أوف ذا بيريفرال نيرف فايبر شلون مو هي نوع واحد مو كلها سنسري بها موتور بها سنسري، ولذلك the fiber of peripheral nerve classified according to their basis of electrophysiological and morphological differences. هنا اختلاف بالالكتروفيزيولوجيكال and morphological differences between the peripheral nerve fiber. ولذلك هم قسموها type A, type B و type C. ولذلك احنا راح نشوف هنا under the heading of the type A fibers اللي هي largest fiber four divided into four group قسموها الى الفا وبيتا وقام عن دلتا، وشافوا انه الالفا هاي مسؤولة عن موتور اكشن اند مصل بروبريوسبتيف، والبيتا نفس الشغل هي ريسبونسبل فور موتور اكشن اند مصل بروبريوسبتيف، والقام ريسبونسبل فور موتور اكشن اند مصل بروبريوسبتيف. وبس عندنا هنا الدلتا تختلف اللي هي مسؤولة عن الفاست شاربين حكينا عليها هاي بالأكوت والبايتس، وأي ألم أي ألم هنا اللي هو يكون بحالة الأكوت هو اللي يأثر عليه هو الدلتا فايبر
حرارة كذلك التاتش والبرجر وهاي كلها موجودة الصفات بالتوث ستركتشر توث ام تو ستركتشرز يعني الستركتشر يعني الفيلر بون بيريودنتال ليجمنت اند بالبال نيرف. التايب بي اعتيادي عندنا جنجليونيك بري جنجليونيك هذه يأثر على البري جنجليونيك فور سمباثاتيك اكتيفيتي عندنا سمباثاتيك عند بارا سمباثاتيك اذا مسؤول عن سمباثاتيك يعني منطقه مجهزه من سمباثاتيك نير فايبر من نمطي بري جنجليونيك هذا ريسبونسبل فور سمباثاتيك اكتيفيتي. التايب سي فايبر اللي هو هذا الان مايلينيتد اند ذا موست نيورونز بيريفيرال نير سيستم ريسبونسبل فور كوندكشن of dull or burning sensation. اذا تايب سي هو يعني من حول البين من شارب الى دال. اذا من المسؤول عن نقل الاعازات من هنا عندنا دال بين هو تايب سي فايبر. نوكسيوس ستيمولاي ار ترانسميتد يعني اي شيء ستيمولس راح يسوي اكزايتيشن للنير يروح الى السنترال نيرفس سيستم بطريقه by the way of delta and C fiber. نعم لازم نخلي على بالنا هذا الشيء مهم لازم نحفظه. And the lightly myelinated اعتيادي عندنا ايضا الدلتا فايبر are responsible for conduction of sharp and bright pain while the unmyelinated C fiber هو conduct dull pain and burning pain. هنا لازم واحد يفتح دماغه ويفهم شغله ويأكد عليه لأن هذا مهم موضوع مهم. إذا أريد نأكد على أسئلة راح نأكد على أسئلة تخص هذه المحاضرة النير فايبر تايب أوف بيريفيرال نير فايبر كل ما قسمناها A و B و C وأركز على الميكانيزم أوف أكشن أوف لوكال شلون راح تشتغل لوكال انستيزيا وشلون اي العوامل راح تاثر على الشغل مال اللوكال انستيز. الكونسنت بهاي ذا اكشن اوف ذا لوكال انستيزيا از ذات بريفنت بوث جنريشن اند كوندكشن. لوكال انستيزيا شو تسوي لنا بريفنتس بوث جنريشن اند كوندكشن اوف ذا نيرف امبلسز ذير باي ذي اكت اس رود بلوك يعني عاجز طاب يعني صبة قاطعة شارع اروح لغير شيء ولذلك بعد هاي الصبة ما يقدر واحد يتعدى ولذلك الاكشن اوف لوكال انستيزيا هي شغلها رود بلوك تمنع جنريشن كوندكشن اوف ذا نيرف امبلسز يعني سيرج يعني مريد نشتغل سيرجيكال انسيجن فلاب في عملية هنا وجع ما راح يصير ليش لانه لوكال انستيزيا من انطيناها البريفيرال نير فايبر راح تمنع لنا generation and conduction of the impulses. عدة نظريات have been suggested to explain the mechanism of action of local anesthesia. In general, the nerve membrane is the site at which local anesthetic agents exert their pharmacological action and most popular theory are. عندنا two theory. ناس تعتقد هيش وناس تعتقد هيش بس أكيد هي النظرية الثانية هي الأصح والأضبط بس هي كلها الشغلة ترجع إلى إيش راح يصير عندنا بالنير ممبرين. الطريقة الأولى اللي هي ممبرين قديم expansion theory هاي يسمون expansion تمد الثير هاي theory states that anesthetic molecule وين راح تروح diffuse through the nerve membrane راح تصير بيها diffusion وين راح تنتقل المن للنير ممبرين ايش راح يسوي لنا producing general disturbances of the bulk membrane ايش راح يسوي لنا راح يسوي خربطه باغلب الممبرين شلون expanding some critical region in the nerve membrane نعم راح يسوي لنا راح تمدد لنا بعض النقاط المهمه الكريتيكال ريجن وين موجوده بالنيرف ممبرين ان شرح هذا شرح يدينا الى البيرميبيليتي تو صوديوم ايون راح يدخل مثل ما قلنا راح شيء يصير راح يدخل
الصوديوم ايون انترا انسايد ديكريزينج دايمتر اوف ذا صوديوم شانل. هنا راح شو يسوي لنا؟ يقلل لنا من الصوديوم شانل دايمتر. هذه الطريقه inhibiting both conduction and nerve excitation حسب اعتقاد نظريه الممبرين اكسبانشن. الطريقه الثانيه احدث وانا ما اعتقد بها انه هي مهمه this most favored ما مفضله theory to date في الوقت الحاضر it processes that local anesthetic act as binding to specific receptor يعني local anesthesia يجي ويسوي binding receptors in the sodium channel يجي راح وين يقعد بالصوديوم channel راح يروح للreceptor in the sodium channel اللي هي protein channels in the nerve membrane. هذه إذا إجى بالصوديوم channel the action of a drug is direct not mediated. هنا أنا ما أجي شيء ودخله هو إجى قاعد وين بالصوديوم channel by some changes in the general properties of the cell membrane. راح يصير هنا عندنا تغيرات بالخاصية cell membrane. Once the local anesthetic is gained access to this receptor إجى وإجى على البروتين ريسبتر وقعد إيش راح يصير عندنا؟ permeability to sodium ion is decreased راح يخلي الصوديوم ايون permeability دخوله للداخل السيل راح يقل or eliminated the nerve conduction راح شو يسوي لنا؟ يقلل لنا النيرف كوندكشن بس يسيطر على الصوديوم يقلل البيرميبلتي راح يقل الصوديوم انفلكس بأي حالة انه كوندكشن ما راح يصير. الفاكتورز هذا مفتاح دماغكم عليها فاكتورز افكتنج لوكال انستيك اكشن شنو العوامل اللي راح تأثر على شغل اللوكال انستيجي؟ اولا البي اتش هذا البي اتش ايضا مهم يعني واحد عنده انفلاميشن يجي تنطي انستيزي وتقلع الاول راح تحتاج الى لوكال انستيزي هو راح تحتاج وقت راح البيشنت يعاني من الاعتيادي راح يعاني من البين. It is well known that pH of local anesthesia solution as well as the pH of the tissue into which it is injected يعني نانا اللوكال انستيزي والpH مالته والpH مال التشو يجب ان يكون الفرق بيناتهم مو كبير ولذلك راح يصير greatly influences its action يعني يأثر على عمل local anesthesia. كل ما زيد acidification of tissue راح يقللنا decreases local anesthetic effectiveness يأثر عليه يأثر على شغله يأثر على كفاءته ولذلك inadequate anesthesia result when local anesthetic are injected into inflamed or infected area ولذلك الانفلاماتوري بروسس ليش؟ لان راح هي بطبيعتها تخلي التشو اسيدك برودكت ذا بي اتش اوف ذا نورمال تشو هو 7.4 ذا بي اتش اوف ذا ان انفلامد اريا از 5 إلى 6 ولذلك نقول لوكال اسيدك كونتيننج ابينفرين اور اذر فازوبريسر ار اسيديفايد باي مانيفاكتشرر ذلك اللوكال انستيزي اللي بيها جماعة الانفرين زايد هنا اعتيادي هذه كسبت the oxidation of vasopressor and the pH of the solution without epinephrine is about target اللي هو 6.5 epinephrine containing solution have pH of about 3.5 clinically this lower pH is more likely to produce burning sensation on the injection as well as slightly slower onset of action يعني اعتيادي راح هذا يأثر لنا على onset of local anesthetic ولذلك نقول احنا elevating the pH كل ما نزيد ال pH نوديه الملمول الاسيديتي الى الالكلينيزيشن اوف ذا لوكال انستيزي سوليوشن سبيد از اونست اوف ذا اكشن يعني هذا راح يزيد شغلها وسرعه شغلها
ليش؟ لأن increase its clinical effectiveness and make it injection more comfortable. يعني إذا كان acidic pH وحين ننطب acidic راح ال patient feel burning sensation, while بالalkalinization لا تكون المسألة إن تكون comfortable to the patient بحالة الalkalinized medium. Despite potential a wide pH variation in extracellular fluid and the pH at the interior of the nerve remain stable, normal functioning of nerve therefore is affected very little by changes in the serum extracellular environment. However, the ability of local anesthetic to block nerve impulses is profoundly altered by the changes in extracellular pH. Limit solubility قسم يعني شنو limit solubility قسم solubility قسم local anesthesia عند affinity to be soluble in the liquid and the other no. ولذلك increase limit solubility كل ما يصير local anesthesia high limit solubility of local anesthesia اشرح هذا شو يسوي permit هذا راح يسمح لنا الانستيك to penetrate the nerve membrane. نقول راح يصير penetration more easily. Local anesthetic with a greater limit solubility produces more effectiveness conduction block at a lower concentration than less level soluble solution. تعتمد على طبيعة solution either level soluble or not level soluble. البروتين بايندينج بالنسبة للديجري اوف بروتين بايندينج تو انستيك موليكول از ريسبونسبل فور ديوريشن اوف انستيك اكتيفيتي. يعني شنو يعني نقول كل ما يكون اللوكال انستيك ايجنت هايلي بروتين بايندينج معناه راح تبقى اللوكال انستيزيا بالاريا بمعناه انه راح نحصل على وقت اكثر duration of local anesthetic activity. Local anesthetic possessing great degree of protein binding appear to attach more security to the protein site and possess longer duration. اللي نحصل على longer duration لازم نختار local anesthetic شنو اللي هو binding to protein. Longer acting local anesthetic e.g. هذا البوبايفي فاكاين are more firmly bound to the nerve membrane increase protein binding than the short acting drug مثل ليدوكاين and therefore are released more slowly from receptor side to the sodium channels. يعني شوية نوضحها هذا البوبايفي كاين نشوف الوقت مالته يطول 3 ساعات duration مالته. ليش؟ لأن هو طبيعة هذا البوبيفاكاين يروح يسوي لنا بايندنج بالبروتين الموجود بالصوديوم شانل. هيج حالة راح يزيد لنا الديوريشن راح نحصل على الديوريشن مو مثل الليدوكاين. الليدوكاين هذا لس بروتين بايندنج ولذلك إنه بسرعة يروح من الريسبتر عن الصوديوم شانل. Vasodilator activity بالنسبة للvasodilator activity the local anesthetic solution with high greater vasodilator activity will increase blood flow to the area thus will lead to rapid removal of the anesthetic molecule flow from the injected site decreasing anesthetic potency and duration. هذه إذا الطبيعة هو يسوينا vasodilation إذا سو إحنا نريد vasoconstriction على مود مطول ببقاء local anesthesia بالأري. Vascularity of the injection site duration is increased in area of decreased vascularity ولذلك نقول على presence of or absence of vasoactive substances هذه مهمة. The addition of vasopressor into the local anesthetic solution هذا راح يزيد لنا شنو the tissue perfusion
thus increasing the duration of action. احطه على مود سو فازا كونستراكتر كونستراكشن تو ذا اريا راح تزيد ان الديوريشن اوف اكشن اوف ذا لوكال انستيز. As the local anesthetic is removed from the nerve, the function of the nerve returns rapidly at first, but then gradually slow, compared with the onset of the nerve block, which is rapid. وجه ارجو ان تخبروني على الطريقه اللي تردوها، يعني هاي الصيغه لو صيغه جوجل ميت. تحيات. ما أقول غير الله الله الله. حجامة بسيبه.